تعالوا، انا مش انا كنت عايز اوصي بالقول في قصص كده متعلقه بالعلاقات المصريه الروسيه، ويمكن قد يكون من بينها مفارقه خاصه بي انا يعني بسيطه كده. شكرا يا عبد العظيم. شكرا يا عبد العظيم مره تاني. نسيم كده بيني وبين زيمو. اول مقال كتبته في حياتي كان في مجله اتحاد الطلبه، اتحاد طلبه مدارس مصر. كنت انا وقتها رئيس اتحاد طلاب مصر على مستوى المدارس. فكتبت مقاله بقى، انا سيطرت على المجله بقى، ديكتاتور مذهل رهيب، انا اللي مسيطر وانا اللي اكتب المقال الافتتاحي، عارف انت بتاع. فاول حاجه بقى كتبتها ايه؟ كتبتها على كان اسمها الثوره الروسيه. ماركسي سيخ يعني. وعملت بقى ايه؟ مقارنه ما بين المجتمع الروسي ما قبل الثوره الروسيه 1906 ثم الثورة البلشفية 1917 وما بين أوضاع المصريين. أنا ذاك الكلام ده كان 91 92، ودي كانت أول مرة أتعرض فيها لشيء من المضايقة، لم يكن كثيرا بس لم يكن يسيرا يعني، على ولد صغير عنده 17 سنة أنا ذاك يعني. العلاقة ما بين المصريين والروس مش بس على المستوى التاريخي بالمناسبة، لكن تقدر تعمل شكل من أشكال المقارنات والمقاربات ما بين التركيبات الاجتماعية في روسيا بمفهومها الواسع جدا زي دولة الاتحاد الروسي روسيا والشعوب السلافية كمان، وما بين المصريين بالتحديد، مش المنطقة العربية، المصريين بالتحديد. ثم تأتي بعد ذلك شكل العلاقات اللي كبرت وتنامت مع روسيا وقت أن كانت الاتحاد السوفيتي ثم بعد ذلك وهي دولة الاتحاد الروسي. وأرى أنه العلاقة اللي كانت ما بين مصر وروسيا زمان في الستينيات بقدر ما كانت علاقات شديدة القوة والمتانة، إلى أنه درة التاج في العلاقات المصرية الروسية أو العلاقة ما بين القاهرة وموسكو هي العلاقة اللي بدأت سنة 17 وحتى هذه اللحظة، والبعض قد يراها العلاقة التي بدأت في سوتشي عام 2018 وحتى هذه اللحظة، درة التاج لأنها خدت مستوى جديد من تقدر مش هعتبره هنا بقى ندية، فلا ندية بين الأصدقاء المقربين كما وصفها فلاديمير بوتين، لكن خدت مستوى من التساوي. زمان ما كانتش في المستوى ده، ما كانتش وحشة وكانت مهمة وعميقة وقوية ومتينة ومفيدة. كل هذه الأوصاف تنطبق على الوضع الحالي من 2017 ويزيد عليها التساوي، ودي حاجة مهمة قوي. خليني هنا بقى أرحب جدا بدكتور نبيل رشوان، أحد أهم وأكبر المتخصصين في الشأن الروسي. أهلا بك يا دكتور نبيل. أهلا وسهلا بك يا أستاذ يوسف وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور نبيل، كيف ترى شكل العلاقات ما بين موسكو والقاهرة خلال بضع سنوات قليلة مضت وحتى هذه اللحظة، ثم وصولا إلى اليوم الحالي ألا وهو مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح أو في صب خرسانة المفاعل الرابع في الضبعة؟ أولا هتحدث عن صب الخرسانة ومشاركة الرئيس السيسي والرئيس بوتين في هذه الاحتفالية الكبيرة. السبب واضح جدا، وان عمليه صب الخرسانه هي نقطه يعني مفصليه في عمليه انشاء محطه الضبعه النووي، لانه طبعا بعد ذلك هتيجي مسائل تقنيه، يعني المفاعل نفسه هيجي وهيتركب على هذه الخرسانه، يعني لانه احنا انهينا كل الاعمال التمهيديه من الممكن ان نسميها الخاصة بعملية إنشاء محطة الضبع النووي. هذا من ناحية طبعا. أما العلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية ما حدش يقدر ينكرها، بداية من يعني صفقة الأسلحة سنة 54 وحتى هذه اللحظة، ومرورا يعني حرب الاستنزاف وحرب 73 وبناء السد العالي قبلها والتصنيع، يعني العلاقات علاقات عميقه ومتشعبه ولا يستطيع احد ان هو ينكرها، يعني حتى الجانب الامريكي نفسه لا يستطيع ان ينكرها ويدرك هذا جيدا، والغرب عموما يدرك جيدا حجم العلاقات التاريخيه اللي بين مصر وروسيا.
وطبعا في نفس الوقت الاتحاد السوفيتي لا، الاتحاد السوفيتي وروسيا طبعا حاليا لا ينكرون دور مصر طبعا في ان هي يعني فتحت الابواب سواء في المنطقه العربيه او افريقيا، وحتى في هذه المرحله مرحله يعني فتره الحكم الرئيسي السيسي، انا يعني شايف ان مصر فاعطت مفتاح جديد لافريقيا لروسيا ايضا، لانه طبعا الرئيس السيسي شارك في مؤتمر روسيا وافريقيا وكان هو المنسق الرئيسي لهذه العلاقات ومهندس هذه العلاقات من خلال أعتقد دكتور أفريقيا وروسيا. اعتقد دكتور صححني ارجوك يعني وساعدني في هذا الامر، انه بل انه مصر فتحت البوابه امام علاقات روسيه عربيه خليجيه بالتحديد لم تكن على هذا المستوى فيما قبل، يعني كان من المعروف انه ما بعد فتره الفتور المصري الروسي في وقت الراحل الرئيس محمد انور السادات ففترت العلاقه بشكل او اخر، ثم بعد ذلك اصبح الميل المصري وميل اغلب الدول العربيه باستثناءات قليله ناحيه الولايات المتحده ناحيه واشنطن، ثم بعد ان انتهى الاتحاد السوفيتي وظهرت دوله الاتحاد الروسي فكان في هناك محاوله لاستعاده شيء من العلاقات الدافئه بعد ان عانت من فتور. مع وصول الرئيس السيسي للحكم فتحت البوابة مرة تانية أمام علاقات أقوى وأعمق وأكثر اتساعا ومتانة ما بين الخليج العربي بالتحديد وما بين موسكو، وطبعا ما بين مصر وإفريقيا عودة مرة ثانية إلى الحضور الروسي. دعني أسميها إحداث نوع من التوازن في العلاقات الدولية. هايل. يعني إحنا في فترة من الفترات أيام الرئيس السادات الله يرحمه كانت العملية يعني إحنا يعني في أحضان الولايات المتحدة وأحضان الغرب بصفة عامة، طبعا منطقة الخليج نفس الشيء وخاصة بعد الكويت وبعد غزو الكويت من قبل العراق والتدخل الأمريكي، ويعني الأمور خذت شكل فيه نوع من التوازن، ومصر أعتقد وفي تقديري الشخصي حريصة على هذا التوازن. يعني مصر لا تريد علاقات سواء مع الولايات المتحدة على حساب روسيا ولا تريد علاقات مع روسيا على حساب الولايات المتحدة، أنا في تقديري الشخصي. حتى أن لافروف وزير الخارجية الروسي ذات مرة صرح يعني عندما تعمقت العلاقات بين مصر بعد وصول الرئيس السيسي للسلطة في مصر تعمقت العلاقات، وهو قال بصراحة قال احنا لا نطمح في ان احنا نحل محل الولايات المتحدة ايضا في علاقتها بمصر. يعني المسائل وروسيا لا تتدخل في علاقاتك الخارجية الدولية على الاطلاق، يعني روسيا حريصة دائما على ان تترك لأصدقائها حرية التصرف وحرية العمل مع الدول الاخرى مع اجنحة اخرى مع اتجاهات اخرى. روسيا حريصة تماما على استقلالية، وبالتالي يعني حتى سواء الخليج ورغم عمق علاقاته بالولايات المتحدة روسيا لا تضغط عليه في هذا الاتجاه، وحتى لو أي دولة كانت مع روسيا أو علاقتها جيدة بروسيا ثم اتجهت اتجاه آخر يعني وحتى الرئيس السادات عندما اتجه للولايات المتحدة كانت روسيا حريصة على أن يكون لها دور في أي تسوية قادمة في الشرق الأوسط، رغم حرص الرئيس السادات على أنه تكون أوراق اللعبة أو 99 زي ما قال هو 99 من أوراق اللعبة في أيدي الولايات المتحدة، مع ذلك روسيا لم تترك مسألة التسوية في الشرق الأوسط وكانت حريصة على أن هي تبقى. ويعني قصص كثيرة تاريخية من الممكن أن أحكيها، يعني بريماكوف المستشرق وكان بيسافر لإسرائيل وكان بيقدم تقرير على فكرة للرئيس السادات عن زياراته المكوكية لإسرائيل عشان يعرف أو يجس نبض إسرائيل بعد حرب 73 في مسألة التسويات القادمة. طيب لكن وبرضو أرجوك يا دكتور يعني صححني إن أخطأت، إنه الروس لا يستاءون ولا يشعرون بأي شكل من أشكال الاستياء من وجود أي علاقات ما بين حلفائهم أو شركائهم أو أصدقائهم وما بين لو صح تعبير المعسكر الغربي أو الغرب عموما، لكن الغرب هم من يشعرون دائما بهذه الاستياءات.
يعني انا مش عاوز اقول هم يشعرون بالاستياءات، لان احنا علاقتنا بروسيا من بعد سنه 17 زي ما حضرتك قلت جيده جدا، ومع ذلك الولايات المتحده لم يعني لم تاخذ موقف معين او موقف معادي او اشياء من هذا، لكنها تتخذ اجراءات يعني زي قانون كارثة. حول حضرتك يا استاذ، الولايات المتحدة أو روسيا يدركون جيدا أن الساحة الدولية تتسع للجميع، وما تقدمه الولايات المتحدة ربما لا تستطيع تقديمه روسيا، وما تقدمه روسيا ربما لا تستطيع تقديمه الولايات المتحدة. وعلى فكرة بالمناسبة يعني مصر لم تلجأ لروسيا يعني 100% لمحطة الضبع النووية، كان هناك عروض أخرى وكانت فرنسا أيضا حاضرة، وأعلم تمام العلم أن كوريا الجنوبية أيضا كانت حاضرة وكندا كانت حاضرة وكل هؤلاء، ومع ذلك الشروط الروسية كانت بالنسبة لمصر كانت هي الأفضل، ومن ثم مصر يعني اتجهت لروسيا لبناء مشروع ضخم زي ده وهام جدا، وحيدخل مصر عصر جديد تماما من ناحية الصناعة ومن ناحية إنتاج الطاقة ومن ناحية الطاقة النظيفة حتى للحفاظ على البيئة والمناخ. أنا بشكرك جدا جدا يا دكتور نبيل، كل الشكر دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي.